السلام عليكم واهلا وسهلا البنات صحباتي الزوينات الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبتمام الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. وكيف العاده غنبداو كلامنا بالصلاه والسلام على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ان شاء الله دوز معايا واحد الوقيته زوينه. كي كتشوفوا بديت لكم التصوير من برا، هذه الوقيته ديال الغداء. عرفتوا البنات هاد النهار كيقولوا ما تمشي غير فين مشاك الله، كنت دايره بروغرام باش غادي نخمل الصالون. شوفوا فين صدقنا، حيت راجلي هاد النهار ما كيخدمش، والبارح في الليل قلتها له، قلت له غدا ان شاء الله الصباح غادي نفيق بكري وغادي ندير شي حاجه للغدا ونخمل الصالون، حيت شحال هادي ما خملتو. ماشي كنخملو غير ديك التشميشه، نهزو السطاح ونشمشو، ما عمري شمشتو منها صايبتو، كنخملو غير في وسط الدار وصافي. وقلت دابا الصاك نشمشو، ولكن فاش فقت الصباح عادي فطرنا وقال لي راجلي واش نهزل، حيت هو اللي زعما انا قلتها له، حيت هو اللي غادي يهز ليا دوك لي كانابي السطاح والمخاد، بزاف عليه نهز داكشي بوحدي. ما غير فطر كندير راسي زعما كنشقل راسي، وقلت له راه الغيم عرفتي صباح واحد الجو مغيم، واخا الحراره ولكن الجو مغيم وكاين شويه ديال البروده، كيصوت واحد الريح اللي هو بارد. وقلت له الصراحه هذا الجو ما شجعنيش على التخمال، انا باغا ديك الشميشه الحاره حيت ما عمري شمشتهم، ونهار نشمشهم نطلعهم في الغيام. قلت له بلاتي نصبروا شويه تخرج الشميشه، والو ديك الشميشه ما بغاتش تخرج. قلت له هذا الجو هذا ماشي ديال التخمال، غير ديال شي خريجه، علاش في الصيف ملي كيكون الجو مغيم وكتكون واحد كيصوت واحد شويه ديال الريح بارد كيعجبك تخرجي هكا في الصباح اولا في العشيه، خصوصا دابا الحجر التسعود كيسالي كلشي، بنادم كيخرج شويه بكري وديك الشمس كتقهرنا. فاش شفت الجو عجبني، قلت له والله الا الجو زعما مبرد ما بغيتش نخمل فيه، ما كرهتش زعما نخرجوا صافي. ودرناه في الظلات وكلنا على الله، حيت الياس اصلا موعدينو باش غادي نديوه لحديقه الحيوانات. وصافي قلت له هذه هي الوقيته اللي فاش غادي نديه وغادي ندورو فيها باش ما تقهرناش ديك الشميشه. صافي وخرجنا جينا لتماره، هي فين تغدينا البنات، درنا غير غديبه خفيفه، طاكوس خدينا انا وراجلي طاكوس، واياس خدا بيتزا باش ما نتعطلوش. عرفتو ما خرجنا من الدار حتى لديك الجوج تقريبا، قال لي صافي بلا ما توجدي لا غدا لا والو، هي هذيك نط جمعت ديك الطبيره ديال الفطور، راك عارفه الوليدات خصك اياد خصو يبدل، خصك تمسحي له هذه ديك جمعي غير ديك الصاك ديالو فاش غادي ندي لي كوش لانجيت، هذه راه كيبقى ياخذ شويه الوقت. وخدينا طاكسي الاولى لتماره السونتر، وهبطنا تما تغدينا غير سندويتشات دغيا باش ما نتعطلوش، وعاوتاني شدينا الطاكسي الثانيه على اساس الطاكسي الثانيه غادا القامره، ولكن حطنا غير في الشارع وهبطنا واحد الهبيطه خفيفه. نتوما راني صورت لكم دغيا وصلنا، وهذا هو الباب ديال الحديقه. انا حاولت نصور لكم البنات الاثمنه، دايرين الاثمنه ديال الكبار ديال الصغار ديال بحال قل من 3 سنين ما كيخلصوش، دابا بحال مثلا اياد ما غاديش يخلص. المهم انا غادي نحاول ناخذ لكم هكا معلومات، دايرين الاوقات فوقاش كيكونوا حالين، معيش كيحلو معيش كيسدو. المهم هنا تقريبا كيسدو حتى شي 7:30 او 8 ديال العشيه عاد كيسدو، وغادي نصور لكم من الداخل اكيد. وهاد النهار البنات اللي خرجنا فيه كان نهار ديال السبت، واليوم الاثنين عاد كتب كندير لكم المونتاج. المهم هنايا هذه هي الدخله ديال الحديقه، كاتبين هاد الاشعار للزوار، انتم قراو البنات شنو دايرين، شحال من حاجه كخصكم تحترموها باش كيف كاتبين هما، باش كل واحد يستمتع بالزياره ديالو لهاد الحديقه خصنا نحترموا هاد الشروط اللي دايرين. عرفتوا البنات مع الدخله بان الياس هاد السبع هذا اللي غير ديال بلعاني من الحجر، داير بحال ديال الافران، قال لينا كذبتوا عليا الكذابين، هادو الحيوانات غير ديال بلعاني وانتوما قلتوا لي ديال بصح. كيحسب له مسكين غادي يلقاهم كاملين بحال هكاك، عاد شرحنا له شنو كاين عاد رجعت فيه الروح. وغادي نوريكم الثمن ديال التذكره، هنايا راه قطعناها، هي 120 درهم 2400، هما دايرين البالغين بحال دابا حنا وانا وراجلي غنخلصوا 50 درهم لواحد، وبحال مثلا الياس 30 درهم، ولكن كينقصوا شويه ملي كتكون عائله، فلونا 120 درهم، وما دايرينش زعما شي وقت محدود شحال ما بغيتي كتجلس. وهنا الوقت البنات فاش جينا حنايا فاش وصلنا، هادي راه الربع د العشيه، ولكن الصراحه وقت زوين العشيه، انا كنفضل على الصباح في الحديقه. كل الحيوانات كيكونوا خارجين ما كيكونوش داخلين، كتكون الشمس عليهم حتى هما ما كتلقاوش كاع الحيوانات خارجين، الاغلبيه ما كتشوفوهمش. الوقيته صراحه زوينه في العشيه. وحاجه اخرى دايرينها هنايا مع الحديقه تبارك الله كبيره، راه رجلك كيطيبوا بالمشي، هي الطاكسي الحديقه، واحد العربه كتركبوا فيها بحال اللي ما قداش تمشى، كيدور لك الحديقه كامله.
وبالنسبه للثمن الكبار كيخلصوا 25 درهم الواحد، والصغار كيخلصوا 15 درهم الواحد. وكيدورك الصراحه باش ما تلفيش، انايا اللي كيتمشى على رجلك تلفي فين تدوري، واش هكا ولا هكا، وخلاص قلت لكم فاش كتكونوا راكبين فاش كيوصل حدا شي حيوان كيوقف واحد شويه وكتهبطوا وكتصوروا وكتشوفوا كتعاودوا تطلعوا، وكيدور بكم الحديقه كامله صراحه كل الناس الكبار شي حاجه زوينه. وهنايا غادي نخليكم تستمتعوا تكتشفوا معايا الحيوانات. انا هنا راه حاولت نشد لكم الاسم ديال كل حيوان، كنوريكم زعما البطاقه التعريف ديالو كاتبين جميع المعلومات باش اللي جا كياخذ فكره، وكنوريكم حتى الحيوانات. مهم كنحاول نقرب الصوره صراحه، دازت واحد الوقيته زوين حسيت براسي بحال راني في ناسيونال جيوغرافي. عرفتوا اللي عجبني اكثر هي الطبيعه اللي كاينه في هاد الحديقه هادي، واحد كتحس براسك عندك افريقيا داكشي اللي كيبان فيك ليكم في ناسيونال جيوغرافي. عرفت واحد الجو غزال ما سخيتش بها والله ما سخيت، والوليدات كيعجبهم الحال اكثر حيت كيتعرفوا على الحيوانات عن قرب، الاغربيه كيكونوا كيشوفوهم في التلفازه وفي الرسوم اللي كيشوفوهم مباشره كتحسي بواحد الفرحه كتشوفيها في عينيهم. ها انتما الناس كيقول لكم واحد الجو غزال، الطبيعه والشجر والماء والبروده، عرفتي مع هذا الماء كيعطي واحد البروده، وكتسمعي غير الاصوات ديال الحيوانات وزقزقات العصافير. المهم كتبعدي على الضجيج اللي كيكون هكا في المدينه والبحر.
وانا البنات كانت حتى الفضاء ديال الماكله بحال خصوصا الناس اللي كيجيو بعاد من مدن بعيده بطبيعه الحال راه كيجوعوا كيعياو كيبغيو يجلسوا ياكلوا كاين اللي بغى يدير غير قهوه خفيفه كل واحد على حسب. وبالنسبه اللي بغى يجيب معاه شي سندويتشات ياكلهم هنايا راه كاين بلايص فيهم طوالي ديال العود والكراسه ديال العود واحد المنظر غزال كيفتح الشهيه كل اللي بغى يجيب الماكله معاه من الدار باش طيح عليه الخريجه اقتصاديه. هادو الناس اللي قراب باش الماكله ما كتضيعش، الناس اللي قراب كيجيبوا معاهم سندويتشات وعصير ولا مهم هكا كود تخفيف ولا شي حاجه. كاين طبالي وكراسه كاينين فواحد كنزيد واحد شويه الفوق تما كاينين كتجلسوا كعائله وكتاكلوا في خاطركم. كاين عاوتاني ديك كيوسك كيبيعوا بحال السقاطه لي كلاص كاين الماء غير هو الثمن بطبيعه الحال راه غادي يكون زايد شويه على كل حوانت العاديين، ديما كتكون زايده واحد 4 دراهم 5 دراهم المهم كيكون الثمن شويه زايد. وباش زوينه الحديقه البنات فيها دفليش كامله كفيها فلاش كيوريك كل اتجاه كل بلاصه شنو كاين فيها الحيوانات اللي كاينين في هذا الاتجاه، الحيوانات اللي كاين في الاتجاه الاخر، البلاصه اللي كاين فيها الطيور، الحيوانات اللي كيعيشوا في الماء. المهم دايرين كل بلاصه شنو فيها وكيوريك باش ما كتطوخيش فين ما بغيتي تمشي كيبان لك شنو كاين. وبالنسبه لهاد الجهه هذه لهاد البلاصه فيها بزاف ديال الانواع ديال الطيور اللي كيعيشوا في الماء واللي كيعيشوا بلا ماء، وفيها حتى فرس النهر والتمساح غير هو داك التمساح حلف ما يخرج والو، الناس كلشي باغي يشوف التمساح والو. ماشي هنا البنات راه كاين لداخل شويه، راه زدنا لداخل واحد شويه ودايرين له الزاج واخا راه الماء دايرين الزاج بطبيعه الحال باش دوك الحيوانات اللي كيكون مفترسه والحيوانات اللي كيكون صعيبه بطبيعه الحال كيديروا واحد الحاجز بحال مثلا الزاج، وداك الزاج ماشي كيتهرس ولا راكم عارفين باش تلا قاصوا الحيوان ولا ما يوقع حتى شي حاجه. المهم كاين الشروط ديال السلامه غير كي قلت لكم التمساح حلف ما يخرج، فرس النهر اللي كاين في الجهه الاخرى كيطل واحد شويه وعاود يغطس في الماء. وعاده البنات صراحه ما صورتش لكم كل شيء، الحديقه راه تبارك الله كبيره فيها بزاف الانواع الحيوانات واكتشفتو انا براسي شحال من حيوان ما عرفتوش شحال من طائر ما عرفتوش اكتشفتو، صورت لكم غير شي حاجه وصافي.
هوني الوزارة ديالي كي كتشوفوا وصلت الوقت ديال الخروج، راه خرجنا منها حتى للسبعة ديال العشية، ولكن دوزنا واحد النهار زوين، دازت واحد الوقت اللي زوينة والله ما سخينة مرة أخرى إن شاء الله. مهم هنا كيوصل الفيديو للنهاية، كنتمنى نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم، يعجبكم الفيديو ديال هاد النهار، بدلنا شوية الروتين والشقة والدار، غيرنا النفسية شوية، وشكرا لكم بزاف على حسن المتابعة، وحتى نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.